هيدا السحب بالذات، هيدا السحب آخر سحب بسنة 2017، وإن شاء الله نقدر نقول ألف مبروك لحدا بالمرتبة الأولى، وخاصة أنه هيدي المرتبة مرتبة حرزانة. إذا عابلكم تعرفوا قديش قيمة المرتبة الأولى بسحب الليلة يلي بيحمل رقم 1574، بحب لكم أنه المرتبة الأولى باللوتو 3 مليار و119 مليون ليرة. 3 مليار و119 مليون ليرة، قديه فيهم يحققوا أحلام كتيرة، قديش فيهم يغيروا لكم حياتكم وتبلشوا 2018 بهيك طاقة إيجابية وتغيروا حياتكم مثل ما لازم ومثل ما أنتم بتحبوا. المرتبة الثانية باللوتو اللبناني 126 مليون ليرة، الجائزة بتكون أكثر من 250 مليون ليرة، يعني كمان المرتبة الثانية كنا عم نحكي تحت الهواء ما بتشكي من شيء، وفي كثير ناس بتقول إنه أنا على بالي أربح المرتبة الثانية. بالنسبة لزياد، لكل الأشخاص يلي دافعين 1000 ليرة على الشبكة الليلة، كمان سحب سبيسيال وجائزة حلوة 75 مليون ليرة، جائزة حرزانة. حضروا شبكاتكم، أنا اليوم ربحانة شبكة لوتو لأنه ربحانة شرط، فيكم تعملوا مثلي وتشارتوا على شبكة لوتو ربحانة شرط. بدي أقول مرسي لزميلنا توفيق بالرجية اللي هو خسرته شرط يعني وربحت ورقة لوتو. إن شاء الله على كل حال أنا وياك توفيق نربح بهيدا السحب. من دون تأخير قبل ما نبلش بدي أقول أهلا وسهلا بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية على عمل وصحوبات اللوتو. اهلا وسهلا فيك سيزار عيسى. محضر شبكتك؟ محضر كل شيء. محضر حالك نفسيا لهالجائزه الكبيره والحرزانه؟ اكيد. طيب اذا جود لك للجميع، لكل الاشخاص يلي مشتركين على 10 20 او حتى على الشبكات، والى مكنه اللوتو لنشوف انا وياكم شو هن الطابات الست الاساسيه مع الطابه السابعه الاضافيه. طابة رقم 29، طابة الثانية 35، الطابة الثالثة 13، الطابة الرابعة 28، 29، 35، 13، 10، 12، 12، 12، 12، للمرتبة الأولى تحمل رقم 8. هول الطابات بخلوا حدا يصير ملياردير الليلة، وبانتظار الطابة السابعة الإضافية للمرتبة الثانية اللي بتحمل رقم 27، 27، 28، 29. طيب إذا في حدا ما صاب ولا طابة مثلي، هلا يمكن توفيق من قلبه جايب للورقة، بس ما تخزقوها لأنه فيها زيد. إذا كنتوا مشتركين بزيد ضروري ما تخزقوا شبكاتكم لانه بيبقى رقم زيد محطوط فوق. بدنا ننتقل انا وياكم لمكنه زيد لنشوف شو هن الطابات الخمسه يلي ببلشوا من الاخر للاول. وكثير عصبت انا مش قادره. راح علينا 3 مليار و119 مليون ليره، هلا ناطرين 75 مليون ليره. شو بدنا نعمل؟ خمسه، 9، 5 عن جديد، 6، 1، وهيك بيكون اكتمل رقم زيد بسحب الليلة 16595. الرقم قدامكم على الشاشة، أكيد تأكدوا من شبكتكم. نحن رح ناخذ بريك صغير، من بعدها أكيد بنرجع معنا كل النتائج، وإن شاء الله نقدر نقول ألف مبروك لحدا بالمرتبة الأولى باللوتو. لاقونا.
من يعرف قصة هوا تشيكن يعرف معنى النجاح الحقيقي. الرؤية التي انطلقت عام 1957 تثمر اليوم نجاحاً جديداً بافتتاح مسلخ ومصنع هوا تشيكن الجديد، وهو أكبر مصنع ومسلخ في لبنان والبلدان المجاورة. ضمن أحدث المعايير العالمية، تسيطر المكننة على غالبية أعمال المصنع ليوازي بتطوره أكثر المصانع العالمية تطوراً. هوا تشيكن علامة الجودة في الإنتاج، ذبح حلال. من يعرف قصة هوا تشيكن يعرف معنى النجاح الحقيقي. الرؤية التي انطلقت عام 1957 تثمر اليوم نجاحاً جديداً بافتتاح مسلخ ومصنع هوا تشيكن الجديد، وهو أكبر مصنع ومسلخ في لبنان والبلدان المجاورة. ضمن أحدث المعايير العالمية، تسيطر المكننة على غالبية أعمال المصنع ليوازي بتطوره أكثر المصانع العالمية تطوراً. هوا تشيكن علامة الجودة في الإنتاج، ذبح حلال. الو نواد، خليك نوال معي. الو، شو فرن؟ فرن الشباك، فرن منقيش، شي شباب وعصابة. قولوا معي ليرة ورا ليرة. يلا يا نوال، أولى ثلاثة اثنين واحد أوبا. ألو، ناقصك براد مدام؟ ناقصك تلفزيون؟ جوائز كثير بانتظاركم، رح يكون في عنا الذهب ذهب، السيارات السيارات، الشقق شقق. سوري، شقق ما في. أوكي كلن ألكن. شو في بالبراد اللبناني؟ شو في بهيدا الصندوق؟ نو 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 نو، هون انت بدك تحزن وممنوع تقول لا. بدكن تربحوا السيارة او ما؟ من 8 ل 8 مع ميشو، اتصلوا لعبوا معنا واربحوا جوائز، واخر شي عرفوا شو في بالصندوق واربحوا السيارة. وهوبا نصركم. رجعنا معكم لنتابع اللوتو لسحب الليلة اللي بيحمل رقم 1574، الجائزة كبيرة لليلة، إذن 3 مليار و119 مليون ليرة. قبل ما نتأكد من أرقام الطابات، بدنا نقول ألف مبروك لحسين حمدان. حسين بسحب رقم 1571، مرتبة تانية، ربح 191 مليون ليرة. ألف مبروك لك حسين، وإن شاء الله تكون عم تحضرنا. إذن ضروري هلأ نتأكد من أرقام طابات اللوتو مع أساس سيزار. تفضل سيزار، من بعدها نشوف أكيد التابلو أنا وياك. أوكي، صاحب اللوتو رقم 1574 بتاريخ 28/12/2017. الأرقام الستة الأساسية هن 29 35 13 28 10 و8. أما الرقم الإضافي للجائزة الثانية فهو 27. إذن هول هن الطابات. خلينا نشوف أنا وياكم التابلو، شو في عنا رابحين بهيدا السحب. للأسف ما في مرتبة أولى، إنما بالمرتبة الثانية في عنا رابح واحد بيربح 295 مليون ليرة. بالمرتبة الثانية في عنا 40 شبكة بيربحوا مليونين ليرة. بالمرتبة الرابعة في عنا 1531 شبكة بيربحوا 52 ألف ليرة. وبالمرتبة الخامسة في عنا 23919 شبكة بيربحوا 8000 ليرة. العدد كتير عالي بالرابحين والشبكات. ألف مبروك للجميع. من وين ربحت المرتبة الثانية؟ مكتب رقم 1108 من محلات كلاس بمار الياس بالحمرة. ألف مبروك للشخص، وإن شاء الله أكيد يكون عم بيحضرنا. رح نرجع لعندك سيزار لو سمحت، أتأكد لنا من رقم مزيد. أكيد.
بالنسبة لسحب زيد نفس السحب رقم 1574، رقم ربحان هو 16595. هيدا هو رقم زيد، بنشوف أنا وياكم التابلو. إذا في حدا انصاب هيدا الرقم وربح 75 مليون ليرة بالمرتبة الأولى، شو بيقول التابلو؟ واو، في عندنا مرتبة أولى وفي شبكة أكيد وحدة لحالها رح تربح ال 75 مليون ليرة، الورقة اللي بتنتهي بالرقم 6595 بتربح 900,000 ليرة، الورقة اللي بتنتهي بالرقم 595 بتربح 90,000 ليرة، والورقة اللي بتنتهي ب 95 بتربح 8,000 ليرة. من وين انربحت المرتبة الأولى بزيد؟ مكتب رقم 1665 من خباز ماركت ببرج حمود. كمان ألف مبروك لهيدي الورقة، وكمان بنتمنى يكون عم يحضرنا لحتى تكون الفرحة كبيرة وينبسطوا بالمبلغ 75 مليون ليرة. على السريع لو سمحت أستاذ سيزار، اليوم جائزة كبيرة وما انربحت مرتبة أولى 3 مليار و119 مليون ليرة، الله راد نهار الثلاثة قد ايه رح تكون؟ شي 3 مليار و350 مليون تقريبا. 3 مليار و350 مليون ليرة هيدي المرتبة الأولى باللوتو، مرتبة ثانية انربحت اليوم عن جديد شي 100 مليون 120 مليون حلوين يعني. أكيد حلوين. 80,000 دولار زيد سبيسيال ولا لا؟ لا سحب عادي. سحب عادي. إذا من هون لوقتها ما لكم غير التاكسو لوتو جائزة راس السنة يلي هي رح بتكون إن الله راد نهار الثلاثة، بما إنه الاثنين بنكون معيدين، ينعاد عليكم جميعا إن شاء الله 2018 تكون حالتكم كل الحظ والفرح وراحة البال. ما تنسوا التاكسو نهار الثلاثة وتلاقونا بنفس الموعد بعد شوي أنا وأستاذ سيزار، بنلاقيكم باليومية. باي باي. هشام حداد ومبدع مثل مروان خوري بيجتمعوا ليقدموا لكم سهرة نجمتها يارا. وائل زينتها وزياد نبضة، يعني سهرة سركن زمان ما عشتوها. حبك يا بايا واللي عمل لك ايه قلبي انا عم بلش حبك. ولما اصوات مثل نداء شراره رنين الشعار بينضموا للجمعه، يعني ليله ما في منا اثنين. قلبي ده قلبي ليله راس السنه تعالي دمعت عينيا عنا وبس. كل اللي عم يحضرونا هلا وكل الاشخاص اللي اخذين شبكات اليوميه، يوميه 3 يوميه 4 واليوميه 5، حظ موفق لكم جميعا. قبل ما نبلش مثل العاده بدنا نرحب عن جديد بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه سيزار رئيس. اهلا وسهلا فيك. وصور عن جديد الى ما كانت اليوميه واول سحب اليوميه 3. شو هن طابات الثلاثه يلي رح بيربحوكم لليلة؟ نشوفهم أنا وأنتو. اثنين أول طابة، ستة طابة الثانية، والطابة الثالثة بتحمل رقم 4. اثنين ستة أربعة. إذا متاكسينهم بالدور القيمية اللي دفعتوها بتضربوها ب 400 مرة، وإذا متاكسينهم حيلا يعني مش ورا بعضهم القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 70 مرة، المهم إنه تكونوا متاكسين هول الأرقام
لتربحوا مصاري. هلا بننتقل انا وياكم لسحب جديد شبكه اليوميه 4. نفس الأرقام. كمان نفس الأرقام. 2 6 4 بنزيد عليهم 0. 2 6 4 0 أرقام شبكة اليومية 4 لليلة. إذا كنتم تاكسينهم بالدور هالمرة الإيميل اللي دفعتوها بتضربوها ب 4000 مرة، وإذا متاكسينهم حيا للإيميل اللي دفعتوها بتضربوها ب 150 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري. هلا أنا وياكم ننتقل لآخر سحب لليلة لشبكة اليومية 5. معقولة بلشوا كمان باثنين وكملوا 4 و 6 9 2 6 بدنا 4 8. في أمل بعد يطلع لنا رقم 4. لا 5 9 2 6 8 5 أرقام ما بتشبه بعضها. إذا في حدا متكس هولي الأرقام وطلب إنه يكونوا بالدور، الإيميل اللي دفعها بيضربها ب 40,000 مرة، وإذا حدا مختارهم حيلا الإيميل اللي دفعها بيضربها ب 350 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري. هلا بنرجع لعند أستاذ سيزار لو سمحت تأكدنا من الأرقام الرابحة، تفضل. أوكي، سحب يومي رقم 495 بتاريخ 28/12/2017. الرقم الربحان اليومية 3 هو 2 6 4. يومية 4 الرقم الربحان هو 2 6 4 0. ويومية 5 الرقم الربحان هو 9 2 6 8 5. شكرا لك سيزار، بنشوفك السنة الجاي. ايه السنة الجاي ثلاثة. ينعاد عليك على كل حال. جميع. شكرا. إذا ألف مبروك لكل الأشخاص يلي ربحوا معنا بسحب الليلة، وإن شاء الله تكونوا كثار. لكل الأشخاص يلي ما ثاقبتوا أرقامهم كانت نفس الأرقام يلي اخترتها ما كانت اليومية، بنقول لهم بسيطة، كل يوم فيكم جربوا حظكم مع اليومية، وكل يوم فيكم يومكم مع اليومية. بعد في بكرة آخر سحب بسنة 2017، فيكم بعد التاكسو لبكرة بكل مراكز اللي بنزل جو او على الابلكيشن ال دي جي. وانا بشوفكم بكره ان الله راد. باي باي.